هذا المشروع بلش عنا في معهد عين الباشا من شهرين، وفي عنا دورتين في هذا المشروع. الدورة الأولى اللي هي الزراعة الأحومائية، في عنا تقريبا حوالي 15 شخص من أصحاب الإعاقة، إعاقة الصم، وهذا الدورة مدتها 3 شهور. بتدرب الطالب فيها خلال هذه الفترة على التدريب العملي النظري والعملي في مجال تخصص الزراعة المائية. احنا هون نبلش معهم من الصفر، من بناء البيوت لا حتى قطف الإنتاج كامل كمل. زي ما أنتم شايفين عنا تقريبا حوالي 15 طالب. 15 طالب بلشنا معهم تدريب نظري، بعدين بلشنا معهم شوي ستيب باي ستيب اللي هو تدريب عملي كامل كمل. فرجيناهم كيف الأنظمة، شو أنواع الأنظمة، أنظمة فيه تستخدم للورقيات، في عنا أنظمة تستخدم للثمريات. علمناهم على أجهزة الفحص، القياس البي اتش اللي هي الحموضة، وقياس تي دي اس اللي هي الملوحة للمياه. علمناهم كيف انه النباتات بتغذى على مغلفات السمك، علمناهم كيف يطعموا الاسماك، كيف يدربالهم عليها، نفس الوقت فرجيناهم كيف الانتاج، طريقة القطف كامل كمان. بالنسبة للزراعة المائية مشروع جديد على مؤسسة المهني، بلشنا فيه من شهرين في 4 مواقع عمل، في معهد عين الباشا الذكور، وفي معهد المشارع، وفي معهد الغور الأوسط الموجود بدير علا، والمعهد الآخر أو الموقع الآخر في منطقة صبحة في محافظة المفرق. ما يميز الزراعة المائية عن الزراعة التقليدية هي توفير المساحات، والموضوع الآخر اللي هي أني أنا بطلع منتج عضوي 100%، وتوفير في المياه زي ما حكيت سابقا اللي هي ما تقريبا حوالي 90% من المياه. كمان طعم الأسماك اليوم شاف، اليوم قسنا السمك نفسه كم جرام، هذا بشكل يومي بعمل.